بدون الحيوانات والنباتات لن تكون حياتنا ممكنة، والحياة البرية التي تتضمن جميع الحيوانات غير المأهولة بما فيها الطيور والحشرات يجب حمايتها وحفظها لضمان توازن النظام البيئي بشكل صحيح. وأما الأحياء البحرية والحفاظ عليها فلا يستوي إلا عبر إنقاذ الأحياء البرية. وبحسب موقع North American Nature تهدد الأنشطة البشرية مختلف المحيطات في العالم بخطر التلوث، وبنسبة لا تقل عن 80% من نسب التلوث البرية. وقد بدأت النظم الإيكولوجية البحرية تتغير بسرعة فائقة، فضلاً عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغيرات كيميائية في المحيطات والبحار. من هنا تظهر أهمية المحافظة على البيئة البحرية عبر اتباع بعض الإجراءات، منها التقليل من استخدام الطاقة واستخدام البلاستيك القابل لإعادة التدوير، والاعتناء بالمناطق الشاطئية، وتجنب شراء ما يؤثر على البيئة البحرية كالمجوهرات المرجانية. وبالنسبة للحياة البرية، أدى فقدان الموائل من الزراعة والتعدين والتطورات الحضرية الجديدة إلى تقليل المساحة الطبيعية للحياة البرية بشكل كبير. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اعتمدت الأمم المتحدة برنامجاً يعمل على إنهاء الإتجار غير المشروع في الحياة البرية والحفاظ على موائل التنوع البيولوجي ودعم الإدارة والتجارة القانونية والمستدامة للحياة البرية. إذن ما بين تأمين بيئة مناسبة للحيوانات البرية والحفاظ على الأحياء البرية عبر إنقاذ الأحياء البرية المهددة بالانقراض، يبقى الجهد البشري محورياً للتصدي لكل المخاطر الممكنة، خصوصاً أن الإنسان تسبب بالكثير من المشاكل البيئية، من أهمها حسب منظمة الفاو استغلال 80% من مخزون الأسماك الرئيسية في العالم بصورة جائرة، أدى إلى تحول جذري في النظام البيئي البحري.